أول. المركز الثاني شواهين لهجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتولى عملية التضمير، نقلة مباشرة مع المركز الثالث أمزاح لهجن الرياسة يتولى عملية التضمير، راشد بن مخيت بن مجارح تغير أمزاح وتحتل المركز الثاني في هذه اللحظات. ثالث المراكز هنا من تتقدم، الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم لنا الشاهينية مع المركز الثالث، والشاهينية مع المركز الرابع المملوكة لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري أبو ذياب من يقدم لنا هنا الشاهينية مع المركز الأول والثالث والرابع. المركز الخامس شواهين لهجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي البرفيسور من يتابع انطلاق شواهين وهي من تحتل المركز الخامس. المركز السادس وصلت شواهين أيضا لهجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتولى عملية التضمير. المركز السابع تتقدم شواهين لهجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع الانطلاق. هكذا النداء الأول للمراكز المتقدمة، دعنا كاملا مكمل نعود حيث البداية، حيث المقدمة والصدارة، الشاهينية في مقدمة الشوط وعلى المركز الأول لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم لنا الشاهينية أبو ذياب يتابع هذا الانطلاق. المركز الثاني أمزاح لهجن الرياسة راشد بن بخيت بن مجارح من يتابع انطلاق أمزاح وتحتل المرتبة الثانية. المركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري يتولى عملية التضمير. المركز الرابع انضمت الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتولى عملية التضمير. وصول من شواهين لهجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع انطلاق شواهين، وشواهين مع المركز مشاهدينا الكرام السادس والسابع والثامن لهجن الرياسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يرافق هذا الشعار. هكذا الانطلاق والمسار مشاهدينا الكرام. نعود إلى البداية، نعود مع المقدمة والصدارة، والمركز الأول الشاهينية لهجن الرياسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري أبو ذياب من قدم لنا الإبداع في هذا المساء يقدم لنا الشاهينية في هذا الشوط مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. الشاهينية إذن لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري المستحيل يتابع انطلاق الشاهينية على مقدمة الشوط وعلى القيادة والصدارة. المركز الثاني أمزاح لهجن الرياسة راشد بن بخيت بن مجارح من يقدم أمزاح وتحتل المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري يتابع انطلاق الشاهينية. رابع المراكز الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز الرابع. المركز الخامس والسادس والسابع الشواهين من لهجن الرياسة مشاهدينا الكرام ويتابعهم محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يرافق هذا الشعار والانطلاق في هذا المسار وفي هذا الشوط. نعود حيث البداية، حيث المقدمة والصدارة، والمركز الأول يا سلام، الشاهينية منذ الشوط مسيطرة مع مقدمة الشوط، معلن حضورها المستحيل في هذا الانطلاق والمسار مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مسيطر بكل قوة بكل جدار الشاهينية. المركز الثاني أمزاح لهجن الرياسة بقيادة المطوع راشد بن بخيت بن مجارح من يتابع انطلاق أمزاح. مشاهدينا الكرام راشد بن بخيت بن مجارح المري يتابع انطلاق أمزاح مع المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة. رابع المراكز الشاهينية لهجن الرياسة ومن يتابعهن المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري أبو ذياب من يقدم لنا الشاهينية والشاهينية والشاهينية مع المراكز المتقدمة مشاهدينا
مشاهدينا الكرام، المركز الخامس شواهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع انطلاق شواهين. نعود للبداية، نعود مع مقدمات الشوط ومع المركز الأول على الصدارة الشاهينية، ومن ترافق الشاهينية أمزاح. تعود الملكية لهجن الرياسة كيلو ونصف الكيلو الفيصل عن خط النهاية وعن ناموس هذا الشوط ومن عمر هذا الشوط. أمزاح والشاهينية في صراع قوي مع مقدمات الشوط هو على الصدارة. من يتابع الشاهينية المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، ومن يتابع أمزاح راشد بن بخيت بن مجارح المري. وصل المستحيل بالشاهينية مع المركز الثالث والرابع. يا سلام قدوم شواهيني، وصل الشواهين، قادمات الشواهين بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي البروفيسور. من يتابع هذا الانطلاق، نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط. أمزاح والشاهينية هنا الكيلومتر الأخير، لا بعد كيلو إلا الناموس، لا بعد كيلو إلا الفوز. المقدمة وين؟ الصدارة مع الشاهينية ومع المستحيل. هنا هجن الرياسة مشاهدينا الكرام مع البداية، الشاهينية في مقدمة الشوط بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الثاني أمزاح، أمزاح يا أمزاح لهجن الرياسة، راشد بن بخيت بن مجارح من يتابع الانطلاق. وصلت شواهين انضمت مع المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام القادم الشاهينية منطلق هنا مع المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. نعود والعودة أحمد إلى مقدمة الشوط وإلى الخمسمائة متر الأخيرة. هنا أمزاح، انطلقت أمزاح، غيرت أمزاح إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. يا سلام لهجن الرياسة المطوع من يرافق الشعار راشد بن بخيت بن مجارح المري. يا سلام، أسعد الله مساك، أسعد الله مساك يا بن مجارح على هذا الفوز والإبداع والانتصار. غادرت أمزاح، انطلقت إلى الناموس، إلى الفوز، إلى الإبداع، إلى الانتصار. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنية الراشد بن بخيت بن مجارح المري. مشكور يا المطوع، وسعدت مساء على هذا الفوز والإبداع والانتصار. لحظة الوصول معلن فوزها وانتصارها. المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة، تهانينا والناموس للمستحيل راشد بن محمد السم المنصوري. المركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل. المركز الرابع شواهين لهجن الرياسة. خامس المراكز هملولة لهجن الرياسة. هكذا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لهجن الرياسة وإلى راشد بن بخيت بن مجارح من قدم لنا أمزاح. وننتظر التوقيت الزمني من المخرج العزيز وسام الهواري من يوافينا بالتوقيت الزمنية لكل شوط من قناة ياس الرياضية. من تتابعون هذه الأحداث مشاهدين الكرام، هي الإعادة والملخص أمامكم أثناء وصول أمزاح إلى خط النهاية. معلن الفوز والناموس والانتصار، مهدية هجن الرياسة، مهدية بن مجارح. هذا الفوز 9 دقائق، التوقيت الزمني 9 دقائق، 19 ثانية جزء واحد يتيمة من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني من وصلة الشاهينية قدمت عرض تشكل عليه وشكل المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصور، 9 دقائق 20 ثانية، 9 من الأجزاء. تهانينا والناموس. أما المركز الثالث مشاهدينا الكرام، في انتظار المركز الثالث أثناء وصوله إلى خط النهاية، معلن فوزه وانتصار الشاهينية، 9 دقائق 23 ثانية، 7 من الأجزاء. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهني الراشد بن محمد بالسم المنصوري. تهانينا والناموس للجميع.